عرض موجودين عند ام محمد ست مكافحه ست شرقاويه اصيله موجوده هنا في مدينه الزقازيق بتبيع الاكلات الشعبيه او الاكلات البلد زي ما بنقول حاجات بسيطه جدا موجوده هنا في الزقازيق بتجري هنا على اكل عيشها ولقمه العيش علشان توفر لها حياتها عيشه كريمه. طبعا احنا معانا ام محمد هنتعرف بيها وهنعرف منزلها ان هي نزلت الشارع امتى بقى لها كام سنه موجوده هنا. احنا بنلاقي من كلامنا معاها ان هي موجوده في الشارع هنا بقى لها اكتر من 30 سنه. طبعا مفيش حد معاها بيساعدها، هي بتيجي هنا من الساعه 6 الصبح لحد اخر النهار بتبدا انها تعمل اكلها المميز الجميل ده، الاكل البسيط اللي الشعب المصري كله بياكله، والناس كمان بتيجي من بره مصر علشان تطلب اكلنا الفلاحي او الاكل البسيط اللي احنا بنفطر بيه، ده فطارنا وفطار الشرق وفطار كل الناس اللي موجودين في مصر. ست مكافحه وست ب 100 راجل هنبدا نتعرف عليها النهارده وهي بتعمل ايه بالظبط. اسمع اذاني خلص بس زباينها بيجوا لها علشان سيرتها الطيبه واكلها المميز، هي بتتميز بالبطاطس والبتنجان والفلفل والقرنبيط والبيض وجبنه الطماطم والمخلل. هنتعرف بيها وهنعرف اكتر واكتر عنها، هي بقى لها كام سنه موجوده هنا في الشارع، ايه حكايتها وايه قصتها ومين اللي ممكن يكون هنا بيساعدها. فطبعا زباينها بيجوا هنا من كل حته، فطبعا هتكون معانا ام محمد بس لازم يخلص وهنتعرف بيها وتحكي لنا كل حاجه بالتفصيل. هي بقى هو في ستين، هي ستة 45 سنة 40 سنة
محمد اساسا من المنوفيه، جت هنا اتجوزت في الشرقيه، نزلت الشغل من وهي عندها 16 سنه، ست بتكافح عشان لقمه العيش، الناس بتجي لها من كل حته عشان خاطر اكلها المميز الجميل. ففي هنا حاجه مميزه جدا، ام محمد موجوده بقى لها 35 سنه موجوده هنا في الشارع، بتميز في اكلها البسيط، الناس بتجي لها من كل حته زي ما انتم شايفين كده، ليها زباينها بيجوا لها من كل المناطق اللي موجوده هنا في الزقازيق، وفي ناس كمان بتجي لها من بره الزقازيق. نزلت الشارع علشان بتكافح وبتساعد زوجها في مصاريفه، طبعا ابنها هنا بيساعدها. زي ما احنا شايفين هنا الاكل البسيط بتاعها تتميز بيه، بيجي لها حاله كده من الراحه وانت واقف معايا كده بتتكلم معاكي. طبعا انا مش عارفه اقول لها كلام عشان الصوت هنا يبقى واطي، فدي حاجه مشرفه جدا موجوده في محافظه الشرقيه، تتميز بالصواني بتاعتها دي على حسب الطلب لما انت بتاخد منها. ده كده ب 15 جنيه حتى الاكل بتاعها بسيط وكمان السعر بتاعها بسيط قوي، يعني زي ما انتم شايفين كده الاكل بتاعها البسيط الجميل اللي بيتميز بيه الشارع المصري. هنا ام محمد موجوده في مدينه الزقازيق زي ما انتم شايفين كده، ان الناس كلها هنا بتحبها قوي. ربنا يبارك في عمرها ويبارك في اولادها ويبارك في رزقها ويديلها طول العمر، وتبقى ست كده دي فعلا الست اللي بنت راجل اللي بتساعد زوجها وعشان تساعد اولادها، يعني حاجه هنا ما شاء الله ربنا يكرمها يا رب العالمين. بتتميز بقى بحاجات مميزه زي ما انتم شايفين كده، بتطلع الصواني بقول لك الصينيه دي بس ب 15 جنيه، يعني اللي هو لا شيء خالص، يعني حاجه مميزه جدا سعرها بسيط. يا ريت كل الناس اللي بتتابعنا دلوقتي وشافت ام محمد تدعي لها بالبركه والرزق. دي بكام بقى؟ 30. فربنا يكرمها يا رب. الناس بقى بتفطر من عندها هنا، يعني احلى صباح موجود هنا عند الحاجه ام محمد، احلى صباح واحلى اكل. طبق صغير بخمسه. متابعينا الكرام وشكرا جدا ليكم على متابعتنا، ويت كل الناس اللي بتتابعنا دلوقتي تدعي لام محمد كده ربنا يكرمها ويرزقها بالخير دايما، تفضل ست مكافحه ست جميله وبتساعد زوجها، وحاجه مشرفه جدا لبلدنا. شكرا جدا متابعينا الكرام، وان شاء الله تنتظرونا في لايفات ثانيه كتير. مع السلامه.